شيخ مي، أنا أريد في الواقع أن أتوقف عند ليس فقط يعني تدرجك في المسؤوليات منذ 2002 والمناصب الوزارية وما إليه، أنا أريد أن أعرف كيف استثمرت هذه المسؤوليات والمناصب واللوجستيك الوزاري والحكومي لخدمة الفكرة. فكرتك ودفاعك عن المعمار القديم وعن التراث. الجميل أن المركز الذي كان البداية هو الذي قادني إلى المؤسسة الرسمية. هذه المؤسسة تتيح لي من الأدوات ما نحدد بها أو ما نؤطر العمل الرسمي في ما يخدم الثقافة. على سبيل المثال، بدون المسؤولية الرسمية لا أستطيع أن أسن أو أطبق القوانين التي يفرضها قانون الآثار. الجميع في بعض الأحيان يتناساها. الآن على سبيل المثال في المحرق أو في المدن القديمة هناك لوائح من الواجب اتباعها قبل إعطاء ترخيص للبناء أو الهدم. هذا الإنجاز بحد ذاته هو الذي يحافظ على البقية المتبقية من الهوية العمرانية للمدن التاريخية. ونحن قدر الإمكان في هذا القطاع، قطاع الثقافة والتراث الوطني، نحاول أن نصل بالرسالة إلى المجتمع المحلي، أن بدل أن يحاربنا أن يأتي هو إلينا، أن نطرح أفكارا جديدة كيف تكون الاستفادة أو المردود أيضا المالي أكبر حين نحافظ بدل أن نهدم. يعني أعتقد أن من خلال مشروع طريق لو تجربة المحرق بدأ الطريق يصبح واضحا وسالكاً أيضا، سالكا لبعض المترددين على هذه الدوائر لطلب إجازة هدم أو إعادة بناء أو ما شابه. فلا بد من الأداة الرسمية للحد من التدمير. التعمير هو قصدنا الأول، والمحافظة على الهوية أيضا. كذلك المواقع الأثرية التاريخية هناك مسؤولية كبيرة لابد من حمايتها، لابد من الحد من الزحف العمراني على هذه المواقع. الأداة الرسمية تتيح لمن هو مشغول أو مسكون بحب هذه المواقع السبيل الوحيد لفرض الرأي.